عسلامة، أنا ياسين بالحاج عمر باك تكنيك. اليوم جيت باش نحكي على الاكسبيريونس متاعي في الباك وفي لسانة أكاديمي، سيرتو الموين دي جبتها في الباك ما تحصلتش عليها في العوام السابقة، جبت 14-23 وجيت باش نحكي على الريتم متاعي، خاطر أنا كنت من قبل ما نقراش مخلي شوية وما نجمش نقرأ بالكدي وفي الكلاس ما نجمش نركز بالكدي. دونك الحاجة الباهية في لسانة لأنك نجم تعود الفيديوهات مرة مرتين ثلاثة، خاصة نراو في الليسي تنجمش تبدأ، معناتها تنجمش يعود لك البروف، معناتها تبدأ ما تفهمش حكاية ولا نسيت فازة، فما حد باش يعاودها لك. دونك أنت تنجم تقرأ بالراحة وقت ما تحب مرتاح، تبدأ ماكش فاهم حاجة تنجم تعاونك. سيرتو لي أنا عندي مشكلة في الكونسنتراسيون وانا ما نجمش نركز بالكدي في الكلاس، ديما كي نقعد شوي في الكلاس نتمامش ولا ننسى حكايه نحكي مع صاحبي. دونك كي تبدا قاعد في الدار تقول هذا كيفاش نفهم شكون يفسر هذه، تبدا قاعد تمشي تشوف تحل فيديو على روحك، تشوف كور، تشوف اي حاجه ماكش فاهمها، بعد ترجع على روحك كان عندك سيري باش تخدمها، كان عندك حاجه ناقصه كور نسيت وتنجم تعاودو 3-4 مرات. البروفيت معناتها في اللايف ما يخليوش حد شيء وما يعطيوش، معناتها كل شيء واضح. حتى التلميذ المتوسط، انا كنت مثلا متوسط مانيش باهي في الماتير برينسيبال، كنت عادي الحق عاونتني، كنت مثلا نجيب 9-8 في المات، واحد نجمت نجيب في وسط العام في الباك، نجمت نجيب 15، نجمت نجيب 16، نجمت نجيب 13. ساعات فما نوت باهية، ساعات ما نوت خايبة، هي لازمك تقرا انت منظم، لازمك تقرا منظم، كل واحد وكيفاه معناتها يقرا، فما واحد يفهم المرة الأولى، واحد ما يفهمش المرة الأولى، فما واحد باهي في لي لونغ، واحد مش باهي في لي لونغ، كل واحد وكيفاه معناتها يحس روحه مرتاح. دونك انت حاول تقرا بالطريقة متاعك، ما تتبعش العباد الآخرين، ما تقارنش بروحك بحد، وحاول تنظم روحك. حتى مثلا يوم باش تحس روحك ما لقيتش بالقدام، تحس روحك تعب وفادد، واحد ميساش اعمل ساعتين، خير ساعات تكون 4 سوايع، اي حاجه باش تقراها راه باش تقرا في الدوار من الاخر اي حاجه. وهو مالوريزمون القرايه نتاعنا فيها شويه حفاظه، لازمك ساعات باش تتلت انك تحفظ فازات، ولازمك الحفاظه مهمه، خاصه ان انا نحكي في السكسيون نتاعنا في التكنيك الحفاظة، لازمك في الفيزيك تحفظ قواعد، لازمك تفهم الكور، مش هكاكا معناتها تحفظ قواعد، لازمك تفهم الكور. ولي لونغ هي شو هي؟ مش العباد الكل لي لونغ، فما فيها باز لي لونغ، لازمك تحاول في الصيف تحاول تراترابي لي ناقصك في لي لونغ، تنجم تشوفها وكان معناتها في لسان، تنجم مثلا تشوف الانفورماتيك تحاول تكمله، مش لازم معناتها تقرا 6 سوايع، اقرا مثلا في الصيف مثلا تبدا انت في نص اوت تبدا تقرا، تعمل في الصباح سويتين، تعمل سويتين انفورماتيك، شفت السويتين هذاك في الانفورماتيك في وسط العام ماكش باش تقرا، تبدا مرتاح تبدا فاهم كل شيء، تعمل بعد مثلا قبل كل دوفوار تعمل نظره، تعمل نظره كي ربع ساعه كي تعمل نظره على اللي قريته في الصيف، تلقى روحك متذكر كل شيء. دونك انت حاول نظم روحك، اقرا في الصيف شويه راهي مهمه، القرايه يكذب عليك اللي يقولك القرايه مش مهمه في الصيف، لازمك تقرا شويه في الصيف خاصه لي ماتير مش برينسيبال، والماتير اوبسيونيل راهي مهم، راهي تطلع في الاعداد بالكدا على خاطر هي سهله، هي الناس الكل ينجم يجيبوا فيها بالكدا الماتير اوبسيونيل، معناتها مش لازم تقرا برشا في الصيف، اخدم عليها شويه وكا اعطيها ضرباتك كي مثلا نص ساعة في الصيف اعمل شوف فيديوهات كي مثلا على كان باش تعمل اسبانيول، كان باش تعمل المون ديسان، شوف نص ساعة وذيك النص ساعة بعد تولي لك في اخر العام تجيب، انا مثلا جبت 19 الاسبانيول ما نقراهوش في السلام برش خاطر قريت في الصيف وبروف يعاون، بروفيت يعاونوني وتحية ليهم، بروفيت تاع الاسبانيول وبروفيت الكل عاونوني بالكدي باش نتحسن. راهو ميساج حاب نوصلو، راهو الباك ماهوش حكايه صعيبه، ماهوش عام قريب ليك تبع عليك يقول لك احسن عام، ماهوش عام باهي برشا باش تتعب فيه، لازمك تقرا منظم، تحس روحك ديما تحس روحك مثلا تعب ولا حكايه ولا مثلا ساعات ماكش باش تحضر، نجم تحل مثلا الفيديو نتاع لسانه تشوفها وكذا ذا ما حضرتش، ولا تحس روحك ماكش تفهم في الكلاس تمشي تقعد تشوف شنو حكايه ماكش فاهم وتغزر معناتها ومرتاح معناها.
بون كوراج للجماعه الكل، الجماعه نتاع البشعدي والباك واللي عاودوا العام واللي طاحوا كنترول وعاودوا العام، نعرف راهي صعيبه وفيها خدمه، اما بقدره ربي راه شفت انت كي تقرا بقدره بها وميساج معناتها واضح للناس الكل. شفت انت كان باش تقرا باش تنجح بقدره ربي، شفت انا يكذب عليك اللي باش يقول لك راهو نقرا قريت في الاخر ما لقيتش. اي واحد نعرف ومن صحابي الكل ما فما حتى واحد قرا وما نجحش، كلهم بقدره ربي اللي يقرا باش تلقاه في الاخر باش ينجح. ما فما حتى عمري ما شفتك هاني، عمري ما شفتك بتاع واحد كان شي واحد هكا تمامش وصعيب. حتى مثلا انت يقولوا باش تمامش يقولوا مثلا فاش فيا توا خوف عليه خوف يا خويا، انا توا مثلا كان نعطيك ا بلس ا ماهيش دو، دونك انت تبدا مراجع مليق لروحك فاهم بالكديكور كي بديت تبداشي ترعش باش تبدا نورمالمون تقول تربي لاباس خاطرك فاهم الكور نتاعك، فاهم الاكزرسيس نتاعك، فاهم كل شيء، قاري على روحك عليه باش دوب خاطر تمامش. دونك يكذب عليك اللي يقول لك تمامش وليت نراجع خاطر مش مراجع بالكدا، ومن بعد يبدا مش فاهم المعلومات نتاعو مش فاهمها بالكدا، دونك يخلبزها الكل. تبدا انت فاهم كل شيء، فاهم معلوماتك بالكدا ومركز على روحك، وحاجه باهيه في لسانك انك باش تلقى كل شيء، تفهم كورك بالكدا، الكور راهو مهم في الفيزيك خاصة، معناتها في الفيزيك معناتها الكور أهم حاجة، وخاصة في التكنيك بيان سور والقواعد لازمك تحفظ مش عارف كمان هذا يحفظ. دونك يكذب عليك يقول لك فماش حفاظ، فيها حفاظه ولي ضعيف في لي ماتير مش برينسيبال ينجم يعمل مثلا في سيف مثلا فرونسي فما 5 موديول تعمل تكتب دي مثلا لي زارغومون كاينك بالرسمي ضعيف، انا مانيش قوي برشا في فرونسي كاين ضعيف، تعمل لافونتاج انكونفينيون في كل موديول ومن بعد تراجعهم تنجم تقراهم في السيف تعملهم مراجعه من بعد تعمل عليهم مثلا تعدي دوفوار تعمل عليهم ناظره. وراو الباك موش صعيب، وسط العام موش حكاية كيف ما قلت حاجة باهية طيارة، أما في الأخر اللي خدمته باش تلقى راه. حبيت في الأخر نشكر منصة لسانة اللي عاونتنا بالكدا أن وصلت أني نجيب موسيون وعمري ما توقعتها، صحابي زاد عاونتهم بالكدا سهلت لنا القراية برشا، تنجم في بيريود ريفيزيون تبدا مرتاح. في الأخر نقصت لي زيتود على خاطر وليت برشا ومصروف دونك باش تنفيستي في مونتون صغير ينجم يعاونك فيتور نتاعك في مستقبلك، دونك حاول اقرا على روحك ومنصة لسانة بقدرة ربي باش تعاونكم باش تنجحوا. وتحية البروف المات بتاعي مسيو جزيري هو اللي عرفني على لسانة، والبروفيت الكل اللي قرانا مسيو كريم وبرشا بروفيت، وسامحني ديما كان ما قلتش بروف ما ذكرتش بروف واحد، تحيه ليكم بروفيتي نتاع الليسي يعطيكم الصحه شجعتونا بالكدا ونحنا معناتها نجحنا بالفضل نتاعكم. ديجا 13 واحد نحنا في كلاسنا مشاركين في عرض اليامو ونجحنا الكل والحمد لله يا ربي وبون كوراج ناس الكل.